الانفلات السياسي والأمني المتجدد في ليبيا قد يقحم الجيش الجزائري في مرحلة استنزاف جديدة تضاف لمتاعب الجزائر في تأمين الشريط البري الممتد من الصحراء الغربية إلى غاية تونس مروراً عبر مالي والنيجر على مسافة لا تقل عن 6000 كيلومتر. يستنزفوا لا ينقص من قدراته لا راح يطلب منه مجهود وراح يطلب منه التركيز أكثر على المناطق اللي هي أكثر تهديد، يعني راح يقدر يعدل في أوضاعه في المواقع نتاعه في الوسائل اللي يستخدمها. لعل ما عندناش صورة حقيقية على ما يقوم به الجيش لحماية الحدود. للأسف الجيران وبالخصوص بعض الجيران ومنهم نظام المخزن ما يساعدناش في حراسة الحدود، بل بالعكس يعمل ضدنا. الجيش الجزائري هو الجيش النظامي الوحيد في المنطقة من يملك التعداد والخطة والخبرة لمجابهة ظاهرة الإرهاب في منطقة تتحالف فيها القاعدة مع جماعات هجنة. خبراء يرون أن الجيش قادر على هذه التحديات. وجود الجيوش أو عدم وجود الجيوش، الجيش الوطني الشعبي معتمد على قدراته، إمكانياته، على أبنائه اللي باش يسهروا على حماية الوطن. الجيش مستعد أمس واليوم وغدا إن شاء الله لقيام بواجباته. إحنا هذه الأمور اللي صايرة في ليبيا، أين هو ساركوزي اللي كان ينادي بالدفاع للشعب الليبي؟ أين بيشيل؟ أين مجلس الأمن؟ أين حلف الأطلسي الذين دمروا ليبيا؟ منذ الهجوم الإرهابي الدامي على منشأة تيغنتورين تأكد العسكريون الجزائريون أنهم أمام معطى أمن جديد. وما التحول البارز في تعامل المؤسسة العسكرية مع خطر الحدود إلا ترجمة للتغطية على عدم استعداد الجيش التونسي وانسحاب الطرف الليبي وغياب تام لجيوش النيجر ومالي.